السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مذكرة شيكو. اليوم مع رسم جدارية بمدرسة الفشتالي. هذه الجدارية هذه هي اللي كترمز للحيوية والنشاط، وكترمز كذلك لبذور النجاح. كنتمنى أنها تعجبكم، وغادي نتبقاو معايا كيفاش رسمتها، كيفاش كانت النهاية ديالها. بالنسبة للبداية كنديرو اللون بالأصفر، وكنحدو كيفاش غادي نرسمو هاد اللوحة هادي. من بعد كناخدو بعض الأكسسوارات كالأوراق، ثم بعد ذلك كنقومو بتزيين هاد اللوحة هادي بعدد من الأكسسوارات بحال الأزهار إلى غير ذلك. هاد اللوحة هادي خصها تكون متكاملة، كتشوفها كتعجبك. فيها الألوان، فيها الأصفر، فيها الأخضر، فيها الأبيض، فيها البني، فيها عدد ديال الألوان اللي هي زاهية. والخلفية هي كيف ما كتشوفوا، هي بلو ماجوريل اللي يعطيها واحد اللون، أو كيعطينا واحد تركيز في العين. كنتمنى أنها تعجبكم، وتحية لكم. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر كل الداعمين لقناة مذكرة شيكو. كنتمنى ان القناة تعجبكم. الناس اللي شافوا القناة اول مرة ما ينساوش يتابوناو فيها، ويدعمونا بلايك والبارتاج والكومنتير اللي كيحفزنا اننا نخدمو اكثر واكثر واكثر. كنشكر كل الناس اللي كيساهموا في مدرسة الفشالي من اساتذة و مديرية إقليمية وأمهات وآباء التلاميذ وتلاميذ إلى غير ذلك من الجمعويين. كنتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، وإلى اللقاء في فيديو قادم. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.